التفكير والإبداع أصبح مهم في عالم تكنولوجي سريع. ولما نقول عالم تكنولوجي يعني الشباب، المهارة، الإبداع، يعني العقول الذكية والتفكير خارج الصندوق. إحنا بنتكلم في زمن بتتنافس فيه العقول والأعمال من أجل التفوق والنجاح والتميز. معانا النهارده نموذج من أهم النماذج المصرية اللي لازم كلنا نتشرف بيها، المهندسة نرمين خليل. أهلا بك يا نرمين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك بس مهندسة نرمين خليل، النهارده في عاش الشباب. في البداية عايزين تعرفي حضرتك بالمشاهدين. أنا نرمين ناصر خليل من البحيرة، بس أنا مقيمة في القاهرة عشان دراستي وأبحاثي ومؤتمراتي واللقاءات التلفزيونية والأبحاث اللي أنا بعملها وأقدر أن أسجلها والتكريمات اللي بتكرمها. تمام. فده حاجة كويسة إن أنا مقيمة هنا، وفي هنا يعني العلم هنا أكتر في القاهرة. تمام. وفي فرص كتير ليا، فدي حاجة كويسة بالنسبة لي وإن أنا فخورة بنفسي. بدرس هندسة بترول في جامعة برا مصر، بس بدرسها أونلاين هنا في القاهرة، وبدرس في جامعة آداب علم اجتماع في دمنهور، وسني 21 سنة. انت سوري معلش هقاطعك، انت قلت انك بتدرسي هندسه خاصه، ازاي؟ تكلميني عنها، عشان انت قلتي بتدرسيها بره مصر ازاي؟ هو انا مقدمه اونلاين بس لها اداره هنا، اداره ايجاد في تمام القاهره. تمام. بس هي في المغرب وامريكا تبع جامعتين. تمام. عاملين بروتوكول مع بعض. تمام. فهي تبع الجامعه ديت، فهو تبع الجامعتين دولت، فانا قدمت اونلاين حسب معادله معينه. تمام. فتم قبولي وبدرس اونلاين، بنمتحن اونلاين كل حاجه، بس لنا مقر معين بندرس فيه، ولنا دكاتره من جامعات حكوميه بيدرسونا عشان هنعمل معادله في جامعات دراسات عليا. هعملها بعد ما اخلص، هبقى مهندسه بترول، بس دلوقتي بدرس تكنولوجيا بترول. كلمينا بقى عن العلاج بالاعشاب لمرض السرطان، وجات لك الفكره ازاي؟ هي جات لي الفكره لما صاحبتي جات لها المرض ده، فجات لها وانا في الثانويه العامه. كان انا في الثانويه العامه لما جات لها لما جالها المرض ده، فانا اتاثرت طبعا، اتاثرت جدا عشان كانت اغلى صديقه عندي. فانا طبعا جات لي الفكره من الوقت ده ان ازاي عليك، فبدات ادرس اكتر، اقرا اكتر، ابحث عن حاجات كتير اونلاين، اسمع دكاتره عن المرض. فبدات اتوصل الفكره من خلال دراستي بالاعشاب، فقلت الاعشاب حاجه سهله جدا ان انا اوصل للعلاج ده، فبدات ان انا اوصل له، فبدات ان انا ادرسه. فبجت لي العلاج، يعني بدات ان انا ادرس في الثانويه، بس بدا يجي لي العلاج بالظبط في الثانويه، في اولى ثانوي، في أول لا في اولى كليه لما جيت القاهره. فبدا العلم يزيد اكتر، بدات اقابل الناس اكتر في الابحاث العلميه، دكاتره ففتحوا لي الطريق ووسعوا لي الطريق اكتر. ما شاء الله. بس لسه ما اتطبقش صح كده؟ لا هو لسه ما اتطبقش، بس انا اتكرمت من اكاديميه البحث العلمي عليا، لكنه ان هو درسوه كده وهينجح ما شاء الله. نرمين، يمكن في ضوء اعمالك الانسانيه العظيمه دي، عايزين كمان نعرف الابلكيشن اللي صممتيه خصيصا للمكفوفين، وهو التصوير السلفي بالصوت. كلمينا عن الابلكيشن ده وايه فايدته بالنسبه للمكفوفين، كلمينا عنه. هو لما رحت جمعيه رساله شفت المكفوفين، فطبعا احزنت جدا على بس احزنت عليهم وكده، يعني ممكن اكون مكانهم في يوم من الايام، انا مش عارفه يعني، ربنا واهبني، ربنا واهبني وكده، حاجه نعمه البصر كل حاجه، بس الحمد لله، بس هم اكيد بيعانوا. فبدات ان انا افكر في الفكره ان انا عايزاه اساعدهم، بس هم عندهم طريقه بيعرفوا يستخدموا الموبايل، يعني هو اشاره معينه يعني باللمس وكده، فهم عارفين طريقه التحرك الموبايل او حاجه معينه او الرقم او ده كله، فبيعرفوا انهم يستخدموه. فجات لي فكره، بدات افكر كتير يعني حوالي اسبوعين او شهر وانا في الجامعه، جات لي الفكره. كنت رحت الاوبرا، فانا في الاوبرا كان معايا اللاب. تمام. فبدات كان معايا حد وكده، فبدات ان انا اكتب البحث على اللاب واكتبه بالانجلش وبالعربي. جميل. بدا يتنفذ الابلكيشن تصميمه في اسبوعين، بدا ينزل بعدها، نزل بعدها باسبوعين، في يوم واحد يعني مجرد ان انا نزلته على جوجل بلاي وصل ل 100,000 مستخدم، 100,000 يوزر. دي النقطه اللي كنت هكلمك فيها دلوقتي. أوكي. ان الابلكيشن وصل لنص مليون مستخدم في اسبوع، يعني كلمينا برضو عن يعني دي يعتبر ده يدل على شيء، طبعا بيدل على النجاح، بيدل طبعا على التصميم اللي نجح ونجاح الابلكيشن اللي صممتي. برضو كلمينا ازاي وصل ل 500 مليون مليون مستخدم في اسبوع. هو نزلت على جوجل بلاي، بدات اعلن عنه على الاكونت بتاعي،
على الواتساب، بدات ابعته لقرايبي، بس هو ده اللي انا عملته. بس هو اول ما نزل على جوجل بلاي بدات التعليقات تزيد، انه حاجه يعني بدات التعليقات ان هو حاجه جميله، حاجه روعه، تحفه، يعني ربنا يبارك لك، ده كله ازاي عملتيه، وبدا الشكر، وبدا يجي لي تعليقات كتير عنه. يا ستي كلمينا بقى عن علاج حصاوي الكلى. هو ده انا لسه ما اعلنتش عنه، بس سجلته في اكاديميه البحث العلمي. هي جات لي الفكره وانا قاعده في يعني قاعده، كان في حد بيعاني برضو من المرض ده، حد قريبي، فبدات جات لي يعني، هو برضو عن عن مجموعه اعشاب برضو يعني. جميل جميل جدا يعني صراحه، لما نشوف نماذج شابه يعني، شوفوا التفكير، شوفوا التفكير يعني. مثلا واحده صاحبتها كان يعني كانت عندها مرض، فكرت ازاي ان هي تساعد صديقتها، فكرت ازاي ان هي تساعد ناس كتير. بعد ده مش كده وبس يعني، بعد صاحبتها صممت كمان ابلكيشن تصوير السيلفي للمكفوفين. يعني دي اعمال انسانيه كفيله انها يعني من مظاهر الدعم. لابد ان احنا بنتكلم طبعا عن دعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب، وطبعا عايزين نعرف يا نرمين منك بعد الانجازات العظيمه دي كان في تكريمات ليكي؟ طبعا كان في تكريمات كثيره ليا، وكان في على مجهودي وتعبي اللي انا عملته، لقيت بدا ان انا اتكرم، بدا ان انا يجي لي دعم، مش دعم يعني، دعم معنوي اكتر. تمام. مش دعم مادي. تمام. فجالي الدعم وبدات ان انا اتكرم. بصي احنا معانا الشهادات، كلمينا عنهم. دي كانت شهاده في كورس كان تبع دكتوره معينه، كان اول كورس حضرته في جامعه الازهر. تمام. كنت اخدتها ان انا ازاي اكون ناجحه في حياتي. تمام. دي كانت افضل 100 شخصيه على مستوى الوطن العربي، كان اول تكريم ليا 25/4 السنه دي، كنت اخدت الدكتوره الفخريه فيه. دي اللي بتكلم عنها، اللي بتكلم هنا بنتكلم عن دور سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشباب. بنتكلم عن طبعا الصوره دي، طبعا دي كانت تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مظبوط؟ دي طبعا بنتكلم عن الدعم. كلمينا اكتر برضو على كل شهاده وكل تكريم حصلتي عليه بعد تصميم الانجاز. يعني مثلا انت اول حاجه قلتي انك انت صممتي او اكتشفتي علاج لعلاج السرطان بالاعشاب. شهاده معانا يا محمد لافضل 50 شخصيه مؤثره في الوطن العربي. ديت اخذتها بعد افضل 100 شخصيه على مستوى الوطن العربي، جات لي في رمضان من السفير سمير الشبراوي، جات لي من اكاديميه، يعني هو شافني ان انا استحق الشهاده ديت ان اكون افضل 50 شخصيه على مستوى الوطن العربي. انت كنت متكرمه من النائب منتصر رياض، نائب حزب مستقبل الوطن. ليه؟ عشان كنت هم سمعوا عني، لقوا تكريماتي، شافوا مجهودي تعبي، ان انا واحده مميزه، عقلي مفكر، عندي ابداع، فشافوا ان انا استحق التكريم او الميداليه اللي انا اخدتها في هذا التكريم. ربنا يوفقك يا رب. الصوره الثانيه اهي شهاده دكتوراه. شهاده درجه الدكتوراه ديت اخدتها برضو، وجات لي من الاكاديميه، من المجلس العالمي الافريقي، فجات لي برضو، هي جات لي اونلاين، مش يعني اتبعتت له وانا في البيت وكده، لقيت حد بيكلمني وقال لي انت تستحقي هذه الشهاده على مجهودك وتعبك. انا كمان. تمام تمام. جميل جدا. يعني نرمين يمكن سؤال بيطرح نفسه، في ظل انجازاتك دي العظيمه والكبيره طبعا، كان في انتقادات ليكي موجهه؟ قابلتي تحديات؟ كان في انتقادات كتير ليا. كلميني عنها. اكلمك عنها. اوكي. كان ان انا شفت ازاي بنت زيك تعمل ده، البنت ملهاش حق في الوطن او ملهاش حق في مصر انها تعمل حاجات زي دي او توصل لده ازاي. بانك ناجحه ما شاء الله. يعني هو ازاي توصلي لده كله على اكنك بنت، ازاي وصلت ده كله لوحدك، او لا في دعم اهلي اكتر حاجه في بالنسبه لي، لهم كل الشكر والتقدير طبعا، وكل عيلتي اكيد طبعا، فهم كان اكتر حد بيدعمني. بس الناس التانية كان في اللي بيدعمني وفي اللي بينتقدني او بيحبطني، لا سيبك مجال ايه بحث علمي او ده كله، هم ما عندهمش اصلا خبره او ثقافه، يعني ايه بحث علمي، يعني اختراعات، يمكن اوصلك زي الدكتور احمد زويل في يوم من الايام، ليه ما اخدش جائزه نوبل في يوم من الايام او اكون زي، انا مش اقل من حد. جميل جدا جميل جدا التفكير ده. الشباب اللي يفكر كده، شابه في سن ال 21 سنه، ركزي معايا يا شباب، كمان درستي الدكتوراه واخدتي الشهادات، وخدتي شهاده الدكتوراه الفخريه برضو بسبب علاج السرطان. صح كده؟ الابلكيشن السيلفي. وكمان بتدرسي التنميه البشريه. بدرس تنميه بشريه. طيب. يمكن انصح الشباب بمجموعه نصائح، ان هم يخلي كل واحد عنده فكره وابداع، وبالذات المراه او الانسه، انها يكون عندها فكره وابداع، يكون عندها حق تحقق ذاتها،
تعرف توصل في المجتمع تكون حاجة كويسة، يكون لها مكانة، تكون قدام نفسها ثابتة، نفسها عارفة هي مين قدام نفسها مش قدام الناس. ازاي قابلتي خبر انك من ضمن 100 شخصية مؤثرة في الوطن العربي؟ ايه كان اسعد يوم في حياتي. طبعا تكلمينا عنه، عايزين نعرف لما قابلت الخبر ده كان شعورك ايه؟ كان شعور اهلك ايه؟ كان اجمل شعور في حياتهم طبعا ان اكون افضل من شخصيه، وبالذات لما اخدت درجه الدكتوراه. يعني كانت والدتي طبعا فرحانه جدا. تمام. إيه ان انا اخدت، هي كانت اول واحده عرفت، فكانت بتقول انا عايزه زرغه بس انا مش عارفه زرغه اصلا. طبعا لما تشوف بنتها بتحصل على واحده من ضمن 100 شخصيه مؤثره في الوطن العربي، طبعا لازم تفرح ويفرح كل بيت وكل اهل. ونتمنى أيوة ان كل بيت يدعم ابنائه، يدعم الشباب. بنتكلم طبعا عن شابه سنها 21 سنه. الانجازات العظيمه دي لا تستحق ان احنا ندعمها، نقف جنبها ونقف وراها. طبعا كلمينا بقى يعني وعي الشباب وقولهم ان هم يسعوا لتحقيق اهدافهم، وان كمان في دعم للشباب في مصر اللي عامله عبد الفتاح السيسي، رئيس عبد الفتاح السيسي، فاكيد هيبقى ليهم دعم ان هم يحققوا احلامهم. فتحبي تقولي لهم ايه، او تقولي لهم مثلا ان هم يسعوا ازاي، يجتهدوا ازاي؟ كل شباب مصر انهم يكون عندهم هدف يسعوا اليه، وهو كده كده لازم في الهدف الاول بتتعب، بس نتيجه الهدف ده هتلاقي في بعد كده فرحه عمرك ما هتفرحها في حياتك. اكيد طبعا في ناس بتتعب، يعني انا خلاص بقى انا وقعت من على سلمه، يعني ليه هتعب وكيف؟ لازم يكون عندك طاقه. يعني الدكتور فيل عالم نيوتن حاول كم مره، 99 مره في اخر بحث خالص، 100 اخر تجربه ليه نجحت، يعني كان عنده صبر. لازم يكون عندك صبر. شكرا ليك يا نرمين، كنا فخورين جدا بوجودك معانا، وانتي نموذج مشرف لكل شخصيه في مصر. نرمين بشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا النهارده ونورتينا في عاش الشباب. تسلم يا رب. وعاش الشباب، وانتظرونا فقره جديده وحلقه جديده في الحلقه الجايه، انتظرونا.